يلي عليك القلب حزين وهادي سنين تدمع العين لا حبيبة يا فلسطين. يا وين العرب نايمين يا زينة البلدان. أغنية رجاء فلسطيني في الملعب أثرت بشكل كبير، فهمت يعني صار الشيء كأنه أنا جالس بالقدس بتفرج في مباراة خارقة صراحة. هاي المباراة ظلت في أذهاني من بعد كمان حدث مباريات للراجع، ولكن المباراة هاي إلها يعني إلها إشي خاص، لأنها هي بدأ بداية هذا الجمع مع المغرب ومع إخوتنا وأحبائنا، وطبعا نسيبنا من بعد لأنه أنا تزوجت كمان من المغرب، وصافي صارت العلاقات كبيرة من شوية شوية، صرت أطلع وأتفرج وجماهير عندي صفحة كمان في الفيسبوك رجاء فلسطين، صفحة رابطة مشجعين الرجاء في فلسطين أنا أسستها، تكون في علاقة قريبة بيني وبين جماهير الرجاء لأن شفتهم كأنهم يعني ناس من فلسطين بس مش في فلسطين. بحس حالي في المغرب كعايش في المغرب ولكن أنا في فلسطين. عمي الشعب المغربي وهيدا الخير المغربي في بيت في القدس أهلا وسهلا فيك. فأنا طول عمري وأنا صغير كبرت أنه أعرف أنه المغرب دائما داعم على فلسطين وداعم على قضية القدس وفلسطين والمسجد الأقصى بشكل كبير جدا. وغير عن كل هذا في عندنا طبعا العائلات المغربية المغاربة أصدقائي ومغاربة، قبل ما أنا أتعرف على الراجة وقصتي مع الراجة والهلال كان في شيء علاقة يعني ما كنتش أحس فيها إلا بعد ما أنا طلعت وشفت هذا الشيء بعيني في كازابلانكا. من بعد نادي الرجاء جو عنا على فلسطين على القدس وحسنا استضفنا النادي واستضفنا اللاعبين واستضفنا الفريق والجمهور والكادر الإداري كامل ديال الرجاء. طبعا ما قصرناش وما مقصروش معنا، ضروري احنا ما نقصرش، لفينا معهم في القدس غير المباراة اللي دازت يعني أحلى مباريات كانت في كأس العرب، هي مباراة الهلال القدس والراجع في الذهاب والإياب. عشان أولاد القدس بس معروفين في المرحبين دائما في الضيوف. أخ زوجتي يعني هو صديقي، يعني أنا روحت مشيت المغرب وتعرفت عليه وما أثرش معاي، ديما كان يستناني أكون في الفندق أنزل تحت ألاقيه يستناني، هذا الشيء قبل ومن بعد صرنا أصحاب، عزمني عنده على البيت وتكونت العلاقة بيناتنا. يعني حسيتهم بصراحة كانوا مع عائلتي قبل ما أنا أتزوج، ولا كنت مفكر كمان أني أنا أتزوج في المغرب، ولكن الحمد لله هذا النصيب وهذه حال الدنيا. أول شيء بحب أوجه تحية للملك طبعا ولكل واحد جاء وفكر أنه يدعم فلسطين ويدعم القدس ويدعم أهلنا في غزة. طبعا المساعدات اللي أجت آخر فترة هذه مساعدات مش أول مرة، وهذا الشيء معروف على المغاربة أنه دايما بيساعدوا في القدس وبيساعدوا في فلسطين وبغزة آخر فترة، يعني هذا شيء كتير كبير وشكرا كتير لهذا الأشياء اللي بيقدموها لفلسطين. نوفل هذه هدية مني أنا وطبعا من أخوي سامر لاعب منتخب فلسطين والنادي هلال القدس باسمه وباسمي طبعا بهديك إياها وبهديها للطاقم تريكو ديال نادي هلال القدس اللي هو بلش معانا القصة ديال المغرب وديال الراجل.